351 رقم لم يكن بالحسبان بعد تطمينات الحكومة التي لم تكن سوى تصريحا فقط. لم ينخفض الدولار الموازي بل مهددا بالارتفاع أكثر مع حزمة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق بعض المصارف، مع حديث بأن عقوبات أخرى ستصدر وربما تطال البنك المركزي. ممكن أمريكا تتخذ قرار ضد البنك المركزي، هذا راح يسبب مشكلة للعراق، وراح أيضا تتوقف كثير من المدفوعات، وبالتالي يكون المتضرر الأول والأخير هو الشعب العراقي، لأن الآن إحنا ما عدنا، يعني الآن أعلنت الحكومة ما عدنا كتلة مالية توزع الموازنة، لا تستطيع أن تسيطر على الدولار الحكومة، لأن اليوم من يعبث بالدولار هي جهات متنفذة موجودة في السلطة. آلية صرف الدولار من خلال المنصة يعاني منها التجار بسبب التأخير في وصول الحوالات وغياب المعرفة بالضرائب التي ستترتب عليهم، وهو ما جعل معظمهم يتجهون نحو الحوالات غير الرسمية التي لم تعالج هي الأخرى. ليست هناك ثقة ما بين الدولة والتاجر أو المواطن، فنحن ندعو من الدولة أن تضع ضوابط جديدة من خلال البنك المركزي، لما تبيع لك دولار خل تضع لك النسبة الضريبية المعطاة في الحدود حتى نخلص من هذه المشكلة، أن توحد أنه تستلم دولار لبضاعتك التصدير اللي راح تستوردها، من ضمنها استقطع القيمة الضريبية وانهى الموضوع، فقط اعتماد على المنفست من حدود تجيبه تسلم البنك وانتهى الموضوع. أما الآن التاجر يتخوف من ماذا سيحدث بعد سنة أو بعد 6 أشهر لما يروح إلى التحاسب الضريبي ويلاحظ أنه النسبة الضريبية كبيرة جدا. تصاعد مستمر سيتجاوز عتبة 170,000 وربما يلامس 200,000، هذا ما يقال مع تحذيرات كثيرة من ضعف اقتصاد البلاد الذي سيقودها إلى أزمة أكبر بكثير. في ارتفاع مستمر إذن، وغياب لإجراءات حكومية أيضا، ضرائب، عقوبات، وإدارة غير صحيحة، معطيات تشير إلى أن الدولار الموازي لا يمكن أن يكون كالرسمي ولن يكون ما لم تتخذ إجراءات صارمة بشأن ذلك. عمار غسان، قناة الرشيد، بغداد.